إن شاء الله تعالى وحى إنه بلامي دونته ندودة الإعلامية إعوان كذي هاي الفقه في الدين وأثره في تنمية المجتمع ندوة علميات كان صعن دونته إن شاء الله تعالى سد حبين وحى كغيب قارن دونا علمه أقويها أنا أوكل دون وقبل كا يقبل هذا كلامه كيمي وحنا لقوا قرار لقي دونا سدا شعار كجود أما عيوان كجود كم وقتا مواضيع خصابسا علمي كا شريعة يراد كو كلية هاي برشدة أن أو إن شاء الله تعالى سدا إعلان كات كواركتين وحنا قارن دونا موضوع كوباد والله بقى إنه قايمين دونه منهجية طالب العلم وآدابه وحين أقول دونا دكتور حسن الشيخ علي ورسمة ودينا عيقا بديح فردية موضوع على بعض وإن عاو إسلعا وقارن دونا ونماذج من صبر العلماء في طلب العلم الشيخ محمد إبراهيم جامع أي إستقنا إن شاء الله تعالى إنه قاعد لك دونا الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هذا لدبد سبحانه وتعالى وحن ما هذا علينا يا الإخوة في المعهد العالي وإنوسو قبن قابية كل كان إنوسو قبن قابية أما ندوة علمية كان سواها بيي لقاها الله يا علمك شرعك يا سامنت وبالشدة كلية هاي وأد ما بدأ حلي جيسين ويمي يضو إن بدنو قباه وحبر الشدو أي وحوي فصح جلان مرحلة عصبة ما حلي عصبنا لو ديار قروب أيوه لدونا يقف كعلمك طلب يانا إن أنا فصح يا لنا مر والبا وحوي يا علمك كفاية ديستو كلمة ديد إن شاء الله تعالى سيد الله تلمامي وحيكو سابسنت المنهجية في طلب العلم المنهجية أدينا عوانك دول استاغنو المنهجية وحلقك هنا من النهج بلقك هنا ووضضي ووضضي علمك اللي هو حصل لها أما قابك علمك اللي هو طلب لها أما قفك مركو علمك طلب أيوه أساليب تيهو دوينك أمر يسوع علمك وحصل أيوه وأنا موضوع دياد مهمة لقونا سوكو بما يهل محاضره يا محاضرين بدنو كلا الضمبية وحلو قصو كوبي كرماها وموضوع متشعبة وموضوع بلارا لكن وحوي إن شاء الله تعالى نقاط رئيسية أما قضبو أن سليا هو مهم أيان دوني إن شاء الله تعالى إن أنكتل ماما موضوعا بارك الله يا ومتشعب سيدا دوكسونتين علمت إسلامي وأدبي وبلارا انتهي وعلمية بدنوي فقه وكلية وحو النقضي حلي أيضاً ضمب علمية بضلو كلا الدول فنون تكلنا أول بوا بضني فنون بضن باسي كلا ضمب المي وقيما بضن وحوية النقضي علمي والبكتب بولي رق بولي تاريخ بولي منظوم يا منثور لبدا بوالي مركا علمي كلية إلا قهد لما جالات كي سيقابك الله حصلين أيو يودويك الله مريو علمي ولبلي يهقاب بولي علمي هذا قاربا أباهن تطبيق أباهن وممارسة أباهن قاربا حفظ أباهن لكن مرها دي هذا الله يسكو قاضي سيقود بان إن شاء الله تعالى وقهر لي دراسة الفقه منهجي لي دراسة العقيدة دراسة وصول الفقه مثلا مدول بقاب يا وحوي يا كتب يا هولولي لكن إن شاء الله تعالى وحسب ده يا إن قضى بجود وعلم والبلوغ فائدة سنة إن وحكت المامة إن شاء الله تعالى منهجية وحين كنت المانة ووضد علم قال الله مري وحنا نوقي من كرنا منهجية ده الله بقى يبط بين نوقي بيننا بدو منهجية أصلية مدينة ومنهجية فرعية مدينة ومنهجية حسية
مدنا ومنهجية معنوية مدنا ومنهجية مقصودة مدنا ومنهجية تبعية وتضع علمك الوحى السلين أيوه مدنا وأصل أولا مرمان علمك أولا الوحى السلين أيوه ثمرات علمك هي النتيجة دي سين النقضنا واللباهين ومحاضرة قيبتي ذا اللبادوي أما عنوان كاليك اللي يسيه منهجية طلب العلم وآدابه آداب اللباهين يا هاي مركع علمك اللي طلبيه وأنا قبل العلم وأنا بعد العلم وي آداب اللي شيقية علمك اللي هو عمل فلو اللي سبحانه وتعالى لقى عبصده نيدا إلا وناتشيو يقوض بضل لم يتكال لتلمامه وحوية يدا اللفت إذا وحيتها وضل قاري علم قال قاري واتقوا الله ويعلمكم الله علم ذنوات المامين وحوية بضل علم قال لقو حصليا وإن وحوية الله سبحانه وتعالى لقى عبصده بركاكا سوى منهجية أصلية وهو ضد المقصود كعلمك اللغة تشيده وهي علمك ووسيله غاية إيهو تشيده اللغة ليه وإن لغو حقيقية حكمة الله إنو أبو ري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بركا علمك ووسيله عملك نوى الثمروي كفوك أنما هي موضوع عيسكا دور قضبا كتل ماميا قضبك كواد وحاوية مرك الله دونه يا علمي أرتى علمي قال لقاه الله يا وعلمي الشرعي قاوي ما ها علمت الدنيا وقاء هبا النقطة وحلو باهية علمت وها قارسيا فرض كفاية إلي تاي أمد عد براتا ودنه إذا أقوقنت إلا هلا وواجب سيقود بي أمد واجب أقوتا لكن علمي إلهي الرسول كسوا إكاه الله يا فضلقي سنة الله تلمامي ندودنا اللو عقيدي وعلمك الشرعي قاوي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالعرفان وحويك اللو يقانو إلهي الرسول كيس علمك اللي قد حلي علمك النوع سين الدون إن شاء الله تعالى إن نكاهد الله مركا علمك اللي قاهد الله يوا عباده برشدي سلا برنا يوا عباده وحنا عيد ولباك سنتهي عبادة الشرط كواد أي يكون صحضا وإن يدا لونا تشيوي وإخلاص لولي مادو وإله درتي الله طلب إخلاص إلا لي مادو شرعي وإن قوقوا بي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين علمك إلا طلبانا عبادة أي كمديه عكس إذا نوالين أغدي حديث سآت كوبضنا السنان تكتمي إذا حديث كعب بن مالك وغيره من الصحابة من طلب العلم لغير الله قفك أطلب علمك إلهي درتي أدخله الله النار قال سبحانه وتعالى النار بقلني من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار قف كعلمك أطلب سوى علم هذا أقول ترتمه ومرك داء مغلن شيخ علم لو ملك هذا الله إياه انتو حوغا لقر بشتاق أولاد وها أنا ذا أنا أقول نويك كان يسوى عن علم اللي قوغي تاسو علمك أطلب إياه أما يماري به السفهاء وحو حوية الدونية إنو كلام مرمدتك السفهاء ده إنو كدو الدونية في المجالس ويسكو قرحيه أما وحوقة شيدا ليصرف وجوه الناس إليه ضدكو السياء يقصو تشيستان وأي وحوقة قاتان ولوسو قابلو أي وشيدا دي ستاهي نبي حول عليه الصلاة والسلام نيوين كهد علمك اللو طلبيه فليتبوى مقعده من النار قفك سيبوسكي النار تكجل يهد يارسلو وإنشاء يراد به الخبر أي تبوأ مقعده من النار بلغة شيدة فعل كأو السميي بكود ديار صنية بوسكي ونار تكقري وحمهما قفك الدونة يا علمك الشرعي قائنه بارتوين النيادة واناتشيو
نيادنا أقبلي ميسو وحوية تشريك أقبلي ميسو وإنو نيادة وناتشية وأصل كاو كدقا وحو أطل بيو إلهي درتي وإنو وحوية كدقا كدب هدي أي كدلاتو مصالح منافع دنيوي وتلك عاجل بشرى المؤمن سنبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام لكن يولك كواد وإنو يهي الله سبحانه وتعالى يا الدار الآخرة إلو غتشيدو قاب كالنيادة اللو وناتشين يا واسدي إمام أحمد باكو عضيني حلي إمام أحمد العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية علمه شيء ودق ما مشره هدين لي يد اللو وناتشيو هدين لي يد اللو وناتشيو وحل لي أبا عبد الله سيدابان لي يد اللو وناتشيني وحاولي أن تنوي رفع الجهل عن نفسك ثم عن غيري وإن أدنيوته إن الجهل النفط هذا كزوليسو وأتك كريش وأتجهاش كبحر لبا مركا الجهل النفط هذا كسارتو علمنا أض حصيليسو لبا إن أدنيوته ضدك كلا الجهل إن أتك سارتو لبضا إمام أحمد باشاقي وحيك لو علمضي دبكو دارين وحد كلون نيونيسا سلسلة كلا دنبيسا علمك كلا دحليسا إن أدو حوية كمد نقطه وحكمدو أد نيونيسا علمك إن أد نوريسا أو حوية أد فيديسا أو ددك أد قارسيسا يدنا وحوية ومدل نيونيوي قطب كاكواد وإن إخلاص كاللو قدد على مكا علمك الله طلبيه قضية الله بعض يدنا آدي آد مهم كواء وتزكية النفس نفتا إلا طاهرة نفتا إلا الصفية نفتا وحوية إلا قمد نيسية آفات وحوية علمك قفك كور يستاذي كدبنا مركا لقمد نيسية تخليا لغو الصمية إلا قبوحية ونفتا لغو هقاتية ولغو قرحية وحيا بها ونواناكسن التخلية ثم التحلية الله سبحانه وتعالى سورة الشمس وضحاها كوبية طبان دارب ودارت والله سبحانه وتعالى كل دارنا يا مخلوقات كيس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال سبحانه وتعالى كوم يتبن دار مركو دارتي وقال سبحانه وتعالى كدن بيسي سقو هذا الكاد كيني وحليباني وبراري وقوش قاري قفك النفتيس التزكية كصمية قفك النفتيس طاهرة أو حوية صفية وحوك الصفين إياه مركين الصوكو ابنه المعاصي والذنوب معاصي دي الذنوب هنقطة معاصي دي قلبك دقيس أو أهم معاصي دي الذنوب تأوغوها لسيسا أقفك علمك كهر استاغة هديتا إن يدو حماتا هديتا إسلوين قفك إن أقلو هدي حسد أقليو هدي عقضة دي النعيب قلبك سأود دقيو يا وحوية وحيابها معاصي دي قلبك دقا وصامين بضان قفك كوية لنا يا علمكيس يدك انقلين تيسين وكصفيه قضية اللبات إنه وحوية نفتي سمك وآفات كاس وكصاره وكصفيه إنه وحوية كبوحي وكعمره لتكيد واناكسن إنه كعمره وكو أي كتاهي علمك إنت وكهي إنه كعمل فلو هديك له وعلمك إسقار قاره وحوية علمك طلب إسقو أن كعمل فلين وحلق إيابا هدو إنه كوات كاتمشي وكبلا بلها بقل واجب أو كقابنا إيه بقل معصية وكسو غيه ومدول بالدليل كواجبين إيه الدليل كحرم إيه با وحلق إيابا مركضا بالشيطان إنه يسقيبه ملو كبلا بقروا إيه علمتنا وحي تلمامين
waxaa lagu tababartaa sida cilmigaba uu u kobco oo loogu tababarto oo maalinba wax loo ziyaadsado ayaa camalkana loo baahan yahay sidaasi leeg in loogu tababarto oo maalin keliya wada awoodi maysid raggii cibaada ahaa cibaadada badnaa inaad sidoodoo kale noqoto laakiin salaada ayaad waxaad ilaalinaysaa waqtigeed jamaceedaad ilaalinaysaa rawaatibteedaad ilaalinaysaa waxaad ilaalinaysaa duxada iyo salaatu leylkii saasaad u sii wadaysaa khushuucdii baad sii kobcinaysaa salaadaadu tii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u dhowaato sunnayaashaydii baad ku dadaalaysaa waa marka laga hadlayo cibaadada salaadoo keliya cibaadooyinkii kalena waa la mid marka atadaruj fi lcamal in waxa weeye taalibulcilmigu ku dadaalo oo markuu mas'alo bartaba markuu xadiid faa'iidaystaba inuu u degdego dhaqangelinteeda u degdego waana siday salafkii ku soo baxeen wakiciya raggii la midka waa kuwii lahaa kunnaa nastaciinu calaa xifdi lxadiidi bilcamali bihi xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xifdintiisa waxaanu u kaalmaysanaynay inaanu ku camal falno imaamu axmed oo lagu tilmaamay 700 oo xadiid inuu dusha ka hayo wuxuu leeyahay markaan xadiid maqlo waan ku camal falay ilaa aan maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu istoobay say saxiixaynka ku timi oo abuu tayba ninka la yidhaahda uu toobay nabiguna calayhi salaatu wasalaam diinaar uu siiyey wuxuu ihi markaan xadiidka maqlay sheikhaygii aan ka qaatayba waxaan u yeedhay nin itooba waxaa laga yaabaa toobin ba inaanu xiisaynay ama aanu u baahnayn nin itoobaan u yeedhay waan istoobay waxaanan siiyey diinaarkii mid la mid ayaan siiyey buu camalkaa loo degdegay caisha radia allahu tacaala canha ayaa waxaa u yimi nin taabiciintii ka mida wuxuu ka qaatay waxoogaa axaadiidta buu ka qaatay maalin labaadkii buu soo noqday wuxuu ihi axaadiid baan doonayaa waxay tidhi kuwii shalay ma kuu camal fash weli maya buu waa sida xaalka talabatulcilmigu yahay kitaabka aan dhammeeyn qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan aan guursado markaasaan salaatuleylka bilaabaya yaa afartan jir aan gaadho waxay tidhi axaadiistii shalay ma ku camal fash wuxuu ihi weli maya waxay tidhi falima tastakhiru xujaj allaahi calay haddaba xujooyinka ilaahay maxaad u badsanaysaa aad isugu badinaysaa iyadoo kuwii hore lagugu leeyahay kuwa dambe maxaad tuurta u saaranaysaa qodobkaas wuxuu kuu furayaa haddaad cinta aad hayso aad ku camal fasho niyaddana aad wanaajiso waxaad ku helaysaa cilmi aadan ahayn baad ku helaysaa siday salafkii tilmaameen xadiid ahaanna waa loo soo naqliyay laakiin nabiga kama sugna man camila bima calim alhamahu allahu cilma maa lam yaclam qofka ku camal falay intaa u yaqaano dhaqangeliya ilaahay wuxuu ku ilhaamiyaa waxaanu cilmigeed ahayn loogama jeeda waxyi inuu ku soo degayo laakiin waxaa looga jeedaa baabka fahamka alle subxaanahu watacaala inuu u furayo labada nin ee waxa weeye aayadda wada xifdiyey baa midi waxa laga yaabaa 10 mas'alo ama 10 fiqi inuu kala soo baxo midna waxa laga yaabaa intaa ka muuqanaysa in dhaafsiisan inaanu ka fahmin waxaa ka qayb qaadanaya sida qalbigu u qoyan yahay usoo jeedo ayaa waxa weeye ka qayb qaadanaysa qodobkaa ku fogaan maayo waxaa loo yaqaanaa manhajiyatun asliya waa waddo asaasiya haddii aad doonayso cilmiga inaad ku soo baxdo la doonayo waddada noocaasa inaad marto haddii kale xaalkaagu wuxuu ku dambaynayaa culamaau suuq culimada xunxun ee xalaal iyo xaaraan ee aanay u kala soocnay ee waxa weeye hawadiisa raacaya allana subxaanahu watacaala tusaalaha ugu xun kitaabkiisa ugu tusaaleeyey watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakaana min alghaawiin walow shi'na la rafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaa famathaluhu kamathali lkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ay baa lagu tusaalay dameerna waa lagu tusaalay mathalu aladiina xumilu tawraa thuma lam yaxmiluuha kamathali lximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah wallahu laa yahdi lqowma aldaalimiin mawduuca insha allahu tacaala intaasaa ku dhaafaya
هذا الوايلنا وجود مربالي إن وحوي اللي وده داله نيدا إلا وناشيو علمي جنا وحوي اللي وعمل فرو قدر كلامات وقدر كوساب سن المنهجية قاب كحس جل الدريم أيه أما وضد الدون يا طالب العلم جينو مرة ما كانوا موضوع عن كهر لينه قاب كلاط المي علمي كلاط البيو مناهجته علم هذا ما كي كهر ليان آد بيو بضمته وقف موضوع عن كهر لي وقف علمي لوي وهي قف عن علمي حاصل وأنا أهل العلم يا هاي وفاقد الشيء لا يعطيه أود ما له كجهر له ودوي كعلمي قال له حصلنا أيوه من أهل العلم يوم بموضوع عن كهر ليا بك أهل العلم يقول مركي كهر ليا تفاصيل موضوع عن نو ولبا سدا وقصة بحي علمي أو كحصليه أما ودد وشليه هاي ويجوها بنتها علمي جنا والله حصليه حصلنا أيوه يسقونا وتشابيه أي وحوي كهر ليا لكن إن شاء الله تعالى سيدان تلمامي قضبان سليا هاي وقضب جود يتلوين جود أنا قولي بنا واقع طلبة العلم جينا خص لينا يا أيان إن شاء الله تعالى وحكت المامي طونا قضب ككواد وحادي هذا مهمة طالب العلم سوء وضد وقاره إنه وحوي كد ذاله كتبت كهر ليس طلب العلم هي فضلين كيف تتحمس لطلب العلم المشوق إلى القراءة وطلب العلم الحث على العلم قديما وحديثا علماء الإسلام كتب بي كألفين وأيو قفك إن الله لنا وقفك دون علمك إنه طلب السوشيدي أيين هذا كهر لنا لكن وحكوه الرئيس محال له سوشي سنة يا علمي فضلك كتابك يا سنة الغشاقي علمي قليه وقضبك كواد أساسي قوه علمي إلا طلبه مرك حيساها اللهيرو دانينتها اللهيرو شعيلك اللهيرو قفك نوع سين الله اللينا وضضي أمري لها مرك موضوع إساق فافاهن ماي فضل العلم يا كتبت اللقاء اللي فيؤاد بضا قديما وحديثا إنو قفك أخريو كتبنا كدغضو موبيل كيسا كشبتو مطالعيو محاضرات كيدا نغيستو وقضب آدي آدو مهمة وأي شيء مركز قيمه سبرته أياد وحوية طلبيسا تاوحا نغيق قدبيا قضب كاللبات ويدنا مهمة من هو طالب العلم قفكنا إنو لانا هي وضضا وقاضي وعيو ويددك وكال الدوي قف وقف دائية ووقتنا هي علمك الشرعي لها وسو تشيدة دون يميل في عنين وكقالو كاسي وقف وحوي وحالوي وحلقي يابا قفك إنو يهي قفوي وإن شنارة أما وحوي الشقع هذه هي ودون يدين تعالى سبحانه وتعالى إنه سوچيستو لكن شنية من عيالنا والي لبحاسنا والي لبدأ قلنا واشقية هموم يغموم بضنبا هايستا الدنيا ده هوليه دكو مشغول سين لكن وحولي علم الدين تينا وحكبرتان دوني سيقولنا وحالو وحيوب باهن يمنهج بوب باهن طروفو وكال الدوين قف وقف لن يراء وقتنا هيا لكن ما دون يا علوم الشريعة إنه كنت تخصصات دوني ماي تخصصات كلو وراء لكن وحو كلو دون يا دين تعالى سبحانه وتعالى إنه وحك فهمه أي وحوية دوني هرت عديه وحوية مشى أتشوكتو بوس كار أتاجن تهي وإنه كوك على عدا ذوي هذا الكي هنا ما تروح قصة عضا أو كوا جهنية يدو كوا كلانا أنو كمر ناي أو ده مركل ليه هاي وينام بعلمك اللي هو طلبية أما قف مشغول صن بعلمك طلبية علمك واهبة يا فضل الله بحيوي وقلد والله بحيو وحلقية بقف ساعد سي إلهي نو بركيو رجبا يجو كنت انشر علمك بلاوي وحوية العبر في من طلب العلم على كبر
مران اسكو داي موضوع عينا وحكا جمعيو رق بضان بان اسكو كان قار اللي حدن شر علمي قا كوب بلاوة كسو بحي قال قار يقو افرتن دافي او حاوية مشاغشي الدنيا دا سودة ميي علمي قا كوب بلاوة هدنا كتبتو دا الله هيو او علم دا واوين اسلام كاميدا سيدا قفالي رق الله متكا بكا يدو تاان لوكوس قونين عدنا هدنا dadka la doonayo umada inay u soo baxaan ee waxa weeye hanka haya kuwa noocaas ah insha Allah ta'ala talooyinkayga ay si gaar ah ugu socdaan iyadoo cid ka soo dadaalaysana insha Allah ta'ala ay ka faa'iideysanayso marka taaliban cilmiga hadda in uga jeedna ama u jeedada aynu kaleenahay mawduucan wa wadada loo maray si loo soo saaro taalibul ilmi mutamakkina diinta si fiican u fahansan anigu ma hayo وضي انت مرتاد كنا قرن يسع عالم مجتهدا او حويه مذاهب تبقى فتوريه تا ودد الى الله بقى انت كوهيا لكن وحا لو ضمانت قاضيا ودها دي اد مرتو اد نقر يسقف طالب العلم يا دين تا وحبدا كفانس طالب العلم متمكنا وايو علم لا الا لو صبحو ميل وين لا غاادو وقتنا واو باهنتا خبرتنا واو باهنتا ممارسه هي تطبيق بي وباهنتها اتقان بي وباهنتها تنوع سنه وقتك ايا كو فيلان سنه يا لبا سنه هدي اد سكست وداداشو وحد غاريسا ان اد نقطه طالب العلم متمكنا سيده لو غاريا وحلنا هاي بدايته لقى بلابايو اي اصل كو اه منهج كو حويا اصل كو اه ورت قفكو وا انو كبلابا وحي فرض العين wixii qofka ku waajibay adoo aan salaad sax ahayn inaad waxa weeye naxwaha ka bilowdo adoo wixii ilaahay uu kugu waajibiyay iyo wixii laga xarimay jahli badan ay kaaga sugan yahay waxyaabaha maalintaada iyo habeenkaaga aad u baahan tahay aan aqoon u lahayn inaad tiraahdo cilmi baan baranaya kadibna waxa weeye aad naxwa iyo usul fiqiga ka bilowdo waxa weeye mid sax maaha aaymadina waa ka hadlay imaamu axmed رحمه الله تعالى وحليه الذي يجب على الانسان من الذي يجب على الانسان من تعليم القران والعلم ما لا بد له منه في صلاته واقامه ما يحتاجه وان وحى اد مالنتي اد باهنت هي واجبك كغو اه ارت علمي نوعه سي فرض عينك وان لغا بلاوي واساس قضيه طلبات وحا لغا بلاوي كتابك الله سبحانه وتعالى واصل العلوم ان وحا ويه لدنيه لا حفظيه وحويه لو دداله يدنا وقضب ادي ادي مهمه سلفكي قفكو مركو او يمادو waxay kula talinayeen cilmiga inuu xiisa quraanka inuu xifdiyo inuu ku dadaalo ay kula talinayeen bal muhaddisiinta waxa ka dhacaysay bacd al muhaddisiin markuu ardaygu u yimaado isagoo xadiis doonaya inuu oranayo quraanka ma haysa ma xifdina tabadna wuxuu oranayo maya quraanka soo bara kadibna i kale buu oranayo علماء قار وحي غاري سيده بعض شيوخ البخاري مركو يراهدا وان سو برت انو امتحان كا قادو او ميلا ادق ويديه سيده مسابقه دو كاله حدو قلب قلب ليا او يراهدا سو اتقاني كدبنا وحا ويهي سو نقو وي دعدا بعض طلبه العلم انو علمي وحا ويهي مركو دونيا انو حفظيو اسقو قرانكي ان حفظيين انو ان مالك يمراقي السعود iy mutun tawaweyn oo isku hawlo bal waxa laga yaaba kuwa saaba la qaatay waxa weeye adabka iyo suugaanta iyo mucallaqaadka iyo ghazalka iyo mowduucda nooca sajaahiliga ah in waxa weeye qalbigiisa ka buuxiyo iyadoo laga yaaba quraanka la subhanahu wa ta'ala wax badan inaanu ka hayn quraanka lagu dadaalo la daneeyo waxa ugu sahlan waa inuu qofku quraanka dulmaro arabkiisana kullayliyo waxa weeye xitaa mushafka inuu ka akhriyo oo waxa weeye itqaaniyo ayaa waxa weeye aad iyo aad muhiim ah mowduuca waxa soo labaynaya inuu kitaabka Alla subhanahu wa ta'ala si guud macnihiisa inta uu ka gaarayo waxa weeye fahmo oo tafsiir muyassar oo kooban sida jalaalinkoo kale ama tafsiirul muyassar oo mujammaca lagu taabaco culimada isugu tageen ama kan waxa weeye markasu tafsiir uu leeyahay iyo kutubta lamidka kooban aayada macnaheeda ku siinaysa in waxa weeye la dulmaro aad iyo aad muhiim tahay marxaladda koowaad
ثلاثة لبات أم بحنية في منهجية طلب العلم وأتدرج علمك استاب استاب الله طلبه أو حوية سيدة زهري علماء بضني أي لهذين من رام العلم جملة ذهب عنه جملة قفك دون علمك هل مر إنه وضع طلبه شن فني شن كتاب أي دون يمر إنه وضع قاته وحوية علمك قفك نعاس وكوذ التقية استاب استاب علمك إلا قاته يدنا وقضب أذي أذ مهمة وأن وحوية كتلين أيه اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط ما أنت فائد أما مسألة أيات فائدة سنيسة ما أنت حكتنا مسألة لبات وحوية علمي بضبط كحصل نيسة مع الأيام وإنما السيل اجتماع النقط ضادك ضادك ما شين يرغي ودبعه ربك يستريوي قضية اللبات الأولوية في طلب العلم إن أولوية أضيالته محامضا محامهمة إن وقفه لي هل كيبان مضان إن أتكبل أوضه موضوع النوع السنة وإن مسكح ذي من كلوها يوي علمتنا واللبا علوم أساسية أصلية مقصودة وحوية غايضة يولك الله سعضة يا علوم كواء أذيك يوم مساعدة ما شاء الله الضنين أيه الله صعدة وعلوم تأصل كأوي وحين يسقص بي الشبان يسا إلهي الرسول كيسا إن لفهم هذا الكود كتاب قال سبحانه وتعالى إلا حفظيه معنيه سلا فهمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا حفظيه معنيه إذا لفهمه لبضع سيسقص بي الشبان يسا وحيابها كد لنا يا سوق ذا قلي هديتها علمي عقيدة وأساسه هدي أي تاي علمك يا حكمت عملك هدي أي تاي علمك آدابك يا أخلاق يا منهياتك يا واجباتك آدابك صابصا علوم تصور دانينا وعلوم أساسية قل قاضنا يا كتابك الله يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام طالب العلم دون يا مستقبل كيسا إلا آيو وإنو تاوى حوية إندها كوهية تاوى إنو تيك سنية وإسكا إلالية بنيات الطريق وحيابها تشدقو يدا أقلية وهي مدبا الدونية كتابك عليه السنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه فهمه لقذب بلابية وحلقية أبا لقذب مركو عروتك قاله أما أقاله وحوية بلاغدة أما بيانك يبديع كم إذا أقاله كوى نوعاسة إنت أكهله حلقة قاله إنت كلبا انشاره ماشي وأسعد إنه قاله وايه أي اللقية أبا وقتك سوكو بحيه أولوية وإن أضليضة هذا في أيول وإن أضليضة هذا دون طالب العلم متمكن الدين تلوغو آية إن أدنقطه كدبنا علماء وإن كدن بيني وإن أدنى يسو أولويات كاللوبة هي هاي علم تأساسي أين وحوية الماني قضية الصدحة هذه مهم إلا دون يمرك دون يسو علم إن أطلبته وتلقي العلم على يد المشايخ علم إن علمك قادته إن علم أولاده سيدا هذا إن بدن بعده وحويه وحي سكتش ردت شيخه وياه جوجل وياه برجع هراء علمه وحي أورن شيرن كتبت لا تأخذ العلم من صحفي علمك هكاك هذا وراقه هكاك هذا كتاب سوكه بيه سنة يكذبنا وحويه هكاك هذا يا علمك هل كاك هذا يا لكن هذا هو بكسي درت وحويه جوجل بكل فنية وحي أغصوا بحا مشيعبا من اللون صنبا من هب ودب ودرج قف علمي لما يه ما أنت ضد بضن با الدين تكاه الله يسكر لح دباشا أو سيدة ثقافة كلي كتبت كلي الله يسكى آخري وحوية علمي الشرعي يسكى آخرين قضية علمي علماء اللقاء قاطا يدنا ومد آدي آدي مهمة ما حلق فائدة يا علماء علماء كوح حلق فائدة يا ودا اذن ده او هدي اذن شيخ كقادن لهي وقتي كوغو ديران لها ايو شيخ مسالدي تعب كو كسو غلاي هبينكي او كسامل ليلي او سفري زبددي يا خلاصدي بسير وفودد كوغو غدبينيا marka وقتي بدن باد كسو خلاصينيسا
خاصة قفكو هادو علمي عصبو هرلة وبلابا يو وحاوية قضيات لغا مارمانا ينو قريس مركا لغا هادلا يو موضوع عينو بوحيقة فنون تلغا هادلا يو أما علمي هادلا هادلا يو أما متون تلغا هادلا يو نور قضبا إن شاء الله تعالى وانا كسو قبقى بينا أيان تنبيهنا علمادو مشارقية مغاربة اللو قيمية لمكا مغاربة اللي يلاهدو مروكية مروتانية جزائرية كوة لمدكا وحي عادة أولا هاي إن وحاوية هل علمي أي بلابان مركي ميل في عنك قادة كدبنا علمي عصوبة هرلا أي بلابان لكن قول هذا بري حجاز يا خليج يا مصر يا ميلاها لمدكا إنقنا أي نسوق لي نكو حساب صناعي عادة دو وحي تاهاي لبا علمي يصدح علمي إن أي وحاوية وضا بلابان هل مرأي وضا بلابان لكن خلاصة يا زبددة أي وحوية المامية ضدك واللبا قفك علمي هدو وحكا بلاوي وعلمي وآن وكو عصبين والسيس أولي كتاب وصفي عن ولكت وحنا واكا فهم لبا علمي ونوع عصو كلاو والسيس أولي لبا كتاب هدي وكردقان أيو وحوية وقضيات آن بأسي عمد بكسونين هدي وقت الله أيو وإلا أصلك وحوية خاصة قفك بلاوغاء هل علمي وبلاوي إنه وحوي يا هل كتاب يا هل شيخ يا هل فني وحوي يا حق صاره مركو فهمه كدبنا فنك الله بعد وقدبه سيدي إلى هذا شناقي ضده وإن تريد تحصيل فن تمم وإن تريد تحصيل فن تمم هذا دون يسوع علمي إن أتحصيل السردم ميستر وعن سواه قبل الانتهاء علمي يذك لنا انت هذا كارد ما ينكتشوكسو ففي دراد في العلوم المنع جاء انت وامان استبقى لم يخرج لبما تانا يهدي الدون يا مرئنا يصوض بحان وحوية مصابح كران لبع علمي هدى الدون يسهل مرئنا وضع حسليسو وحوية مدعيسو وحلق اسو ريبي كران قفك وقتها هيا مسكحنا هيا تانس علمه كقاتنا هيستا اوفا ايدين ايسا قفك نوع سوكلا والله غيابا إنه وحوية إصلاح حصيليه لكن إنت بضل لا أودي مايو مركا دوني سو متني إناد بلاوضو مثلا نحوه كلا دوني سو إناد بلاوضو أما فقه غو كلا هذا وقت وما هايو دقيقة بايدي من إنا ما دول با كتبتا ومهم سن وحوية شايفو علما دي نحوه دي غي سيبات كلا تشان إيسا نحوه سيد الله بلاوه يا كتبتا لغا بلاوه علما دا فقه غدكتا بعد ويدين إيسا فقه هالك اللغة بلابو علماء حديث كدقة إيسا أياد ويدين إيسا الله تشان إيسا حديث هالك وحوية اللغة بلابو إيو كعقيدة الدنة إيه كودقة كعام بحي أياد ويدين إيسا كتبت عقيدة ده ومهم سن وحوية سيقارة أدو الله تشان إيسا تاين تاسا كنا فيا لكن متن مركة دون إيسا إناد بلاو دو وحموهي مسيح أدو غمير دال إيسا تلوين كان إناد وحوية تحقل إيسو متن قاس هرت الطبعة هو ناكسن إن أطبعه طبعه خد كيدو في عينه لو أديجي مؤلف كلا دارتي كتر جميس ويا واحد لقيا بمتن قاد قاضتين وياي طبعا ليدته أو يذا لفت يدو عوة شيكو جلينيس أو حوية تصحيف وكسو جينه وإن أد متن محقق الله هو وإن أد حوية قاضتها شيخ أد كقاضنا إنسانه وإنه يا شيخ علم قال له هي قانو كفي عن وإنه يهي متن قال نوع سمرك اللغو بلابه وحا آدي آدو مهمة انت آذن شيخك لكل من هرت عشر كائنات إشا سيم مريسو سي آدو فهنتو ما لها أسلا ذاهي وحبك هذا ما بلونا معنى قود آدو غسي قادته ما لها آد كوو آد على مدسته ومد يدنا آدي آدو مهمة وحا مهمة يدنا آدي آدو مهمة درسي مركات شيخة كقاضته آد كدقيسته ورطة دين سفي عن لو دقيسته أو حوية وآيه ده هذا واحد دعا دقف في طالب العلم حلقة دي سوق وفردية فيسبوك غنين وكجره ميسيشين ودرع يا يالا غيابا وحيابها علمي وقف كسيشين يا كميتا بركة دي سنة كقاضية مركانو هذا واحد كهالله يعني كسوچي دا يعني كهالله مركو شيخة سفي عن لو دقيسته إنه السمايو درسينا أوقات مراجعة إنه السمايو كوع العليو تركيز إنه السمايو وأنا هلك اللجوء كلا تجيوي
أرضي عشر كمراجع عيني أكون نقنية يك عشر كعصب الصفري سنية وحوي وحس دمها وأجدر العلوم أن تعاد أصولها وما هدى العبادة كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمذهب الفضول اللجوء العليا درسي اللجوء العليا سوى حوي الله إتقانيه وقضية آدياد مهمة وحيابها مهم كاوحة كمدة ولما أنا مركز علمي قا كل عصبتها هاي صاحبي نار لا يضاهي أما إن نار لا يضاهي حلقة إعادة مركو الشيخ وماشا ككعو أصحاب كل اللضة أو حوية وحكولة فهمية أو حوية قرير كاقاء إن هذا كتاب كي كوة عشان إيسان كوة مناقشون إيسان الشيخ سيدا سويري يا سيدا سويري وحان حسوستا مركو قهر إيسان ما لقانو بغنيني حلقانو له حلقة دا مركو الشيخ صان نوغكو أيان وحوية مراشعيني طبعا نوح حلقة يا بميلين عن اسبوكا بانو الشيخ يوهد دا نغكا عيو الدقيقة دا نغمقان بارقي ميشا فردية الشيخ سيدا سويري يا سيدا سويري بل واحد لغا يابا صدح قولين عن اسبوكو خلافنو صدح قول مركو الشيخ نوي ما دو درسي عصب بانو ويدينا طبعا نوح حولا دا قول دا ساس أحسن قوله حكومي فهم بدن بالوجه ليا إن وحوي لوجع العليا علم يقول لوجع العليا إن الله له صاحب وناقص وحوي إن هذا شو يذنا وقضب آدي آدم مهمة وحنك جب حيا كسر جب جبينا يا علم جوحي أباهن تطبيق أباهن علم جد حلك الدنيا سين أدبرت سامع ثمين ويلا هذا وإن عدد كله يسوي ما حبضين عد كله يس هلك هالك كبسو قال هويا وحي كلمه انتاس هويا ما هدا دوتا باري ميسيني لكن واينا تصار يا البدر تصالي شيخ كو كانك وانا هي ادق واينا سميسو او اطبقو ادق انجليسو نحو هدويا واينا ايات اما حديث اما قبي انت سو قادو ان اد ممارسه يا تطبيق يا دق انجل انت اد غادي ان اد كو سميسو يدن هو من علمي لو حصيليو تلخيص بوق ان اد لهداهي oo qodobada muhiimka 10 walba inaad khulaasaysato iyaduna waa muhiim waxaan kaga baxayaa cilmiga hadaan waqti la siina meel laga gaadimaayo wallahu aalam wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam an sheikh suala jiremiyad majra laba su'aalood ba jira kooban sheikh waxaan siinaa 4 daqiiqo 24 buqaatay su'aalaha toobeen ugu tala galay laakiin سيدات سؤاله سيدات دقيقين سؤالك صورينا حي لي سؤاله ما بدنا أو لو سؤالات بمر كريسو قاري قوات صورة عيانا حمر نيرنا نادو سيدونين أن سؤالها وحكم دها نن دار علمية فعرق وكسور لكن صومالي ما كسورنا يا وحيري وحنا أرض دوني يا إن أنا فني فنون تشرع على كتخصصه لكن كي أن دورنا لها بيجوا عليك ودور الشذي ayaan la kareedinay maxaa tala isiin lahayd ninka la wuxuu yiri sida ugu kooban ee cilmiga loo xifdiyo isagana waa wuxuu rabaa isagana in tala laga siiyo inkastoo talooyinkii hore ay marka ay ku jireen wax kale su'aalaha kamid ahaa saddex su'aalood meen ka dhigayna kuwa kale hada soo dhacaya waqtigu waa ka dhacooday waqtigaa inuu kooban su'aasha saddexaad in la duubo oo casharadii duuban dib loo dhageysto halkii sheekha ma buuxin karaano sheekhi ma laga maarmi karaayo aan jiradaha ma la dhageysan dhageysigooda ma lagu kaaftoomi karaa saxa su'aalaha su'aasha koowaad qofka hadda doonaya inuu cilmi si gaar ah u danaayo ama ku takhasuso ama uu xoogiisa galiyo hadii aanay wali u kala cadayn waxaan leeyahay tii hadda inuu ka hadlayna awlawiyada hadalkayga waa ku jirtay culumta asaasiga maqsuudka ah كتابك الله يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحوي هدني لبدا هدو سيك على دورنا ينا لبدا هدو سيك على دورنا يكل لبك على هر يما هدات قاعدة كتابك الله يا تفسير كيس حديث النبي كان عليه الصلاة والسلام لقى مار من ماي لكن هدو مت سي دنين ايو كل انا حق حديث كان او حوي علم الحديث كتخصص كي جواها قرآن قال سبحانه وتعالى إن آد لو دنايو أو لو دداالو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو حجيو أيان تلادا نو عاصا سينيا قرآن كادو حفظيي تفسير كيسنا فهمي سنة النبي عديسي وبلبلاريسي
oo abwaabta shariicada oo dhan iyadoo mufassala salaadu ka tahay laga helaya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam xoogga inuu saaro hadday ku adkaatana labada mid inuu kala doorto waa haddii aanu xaalku u kala caddayn iyaga ayay caqiidadii ku sugan tahay fiqigii ku sugan yahay aadaabtii iyo akhlaaqdii ku sugan tahay diinta oo dhan ay ku dhan tahay culumta kalena ay u adeegaysaa ninkaa takhasuska taladaasan siinaya waxa taasoo labaysa inuu cilmi waxa weeye xiisaynayo kaa uu xiisaynayo waa inuu ku dadaalaa inuu cilmi alla subxaanahu watacaala u fududeeyey oo ragga qaar dee salafkii ka mida naxwaha ku adkaaday qaar waxa ku adkaaday dhaxalka qaar xisaabta ku adkaatay qaar waxa ku adkaaday cilmiga kale cilmiga kugu adkaaday idaa lam tastatic shay-an fadachu wajaawizhu ilaa maa tastatiicu cilmiga kugu adkaaday dhaafoo ka sahlan u gudub marka cilmigaas leedahay wuu kuu sahlan yahay isaga laftiisa dane oo awlawiyada sii waxa iyaduna muhima cilmiga aad janis u helayso shiikh fiican aad u helayso la dhigayo haddaad hargeysa iska dhex istaagtaa tahay dhaxal baan doonaya wax kuu dhigana aad weydo oo meel walba lagu hayo cilmiyo kale lagu hayo maa hadda inaad khiyaali ku noolaata ama rixlayso oo magaalo kaleo dhaxal lagu hayo doono ama kuwa la haya ka faa'iidayso qadiyadda waqtiga iyo janiskuna iyada lafteedu waa ku xadidaysaa insha allahu tacaala laakiin markaad cilmi doorato waxaan ku talinayaa qofku cilmi inaanu ku takhasusi karin isagoo culumta kale jaahilka ah waa inaad cilmiyadoo dhan bays fiican aad soo gaadhaa meel fiican aad soo gaadhaa cilmiga aad masaladii ka baadhan karto aad ka baadhan karto aad waxa weeye baxdi ka samayn karto mustawe laba kitaab saddex kitaab waxoogaa mutaalaca ah cilmiga inaad ka hayso kadib baa takhasuska ku anfacaya laakiin haddaad tidhaahdo cilmi baan ku fogaanayaa kuwa kalena dan baan ka ahay kaa laftiisa dan baad ka noqonaysa dan baad ka noqonaysa takhasuska intaasaan ku dhaafay su-aasha labaad xifdiga waa mawduuc dee aada isaga ballaadhan kulli muxaadaraan ka galay nadkana ku jirta qaabka loo xifdiyo u gaara waxa weeye faxfad fi kullu xaafidin imaamu aclamuna axfaduna baa ciwaankeedu ahaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saacadiyo dheeraad bay ahayd xifdigay gaar u ahayd qaabka loo xifdiyo maxaa la xifdinayaa waxyaabaha kuu fududaynaya xifdiga hadday tahay wax la samaynayo hadday tahay wax la cunayo iyo wax la cabayo waxa weeye tafaasiil badan bay leedahay laakiin waxaan kaga baxayaa marka xifdi laga hadlayo koow waxa ka ah horta inaad waxa weeye macaasiya dunuub ka marantahay sida macruufka ah laba markaad doonaysa inaad wax xifdinayso inaad wixii u soo jeedo tarkiis iyo soo jeed iyo danayn iyo ihtimaam iyaduna waa qadiyadda labaad weeye maa hadda sida hadda imtixaanaadka loo qaybo oo aragteen shaygii lagaa doonayay imtixaanka lagu gelayay waa laga yaabaa habeenkii sida faatixada inaad u qaybto laakiin subaxa ku xigta waxba kama haysid marka inaad danaynayso waxaad xifdinayso iyaduna waa muhim alla subxaanahu watacaala inaad la kaashataana waa muhim matniga loo adeegay ee makhduumka ah ee laga shaqeeyey ee sharaxa leh isagana inaad xifdido waa mid iyaduna muhima wasaa'il kala duwan inaad kulmiso kitaab fiican oo si fiican loo daabacay inaa waa la helaya isagoo duuban oo lagu akhrinayo qur-aanka laba waa ka duuban mutuunta badankeeda hadda waa la duubay ina maalig haddaad xifdinayso waxaad helaysaa dad si fiican u duubay qof kuu tartiibinayo laba saacadood ku duubay midda dejinaya haddii xifdigaagu deg deg yahay oo saacad kuugu luqaynaya ina maaliga oo marna aad dhegaysanayso marna kitaabka aad eegayso in waxa weeye lagu celceliyo waqtiyada wanaagsan ee hurdada laga soo toosay ama qofku uu nastay bacda alcasar salaada subax ka bacdi intaanu waxa weeye xilliga salaatu leylka la tukado waqtiyada wanaagsanna in la eegto meelo xasiloon tukaankii hargeysa ku dhex yaalla ama calimataan u dhowaa labada boqol ee qof ay saa isu dhaafdhaafayeen haddaad kitaab la kala baxdaa tiraa waxbaan ku qaybaya weligaa ku geli maayo toban sana haddii aad fadhido marka meel xasiloon oo deganna in waxa weeye lagu xifdiyo iyaduna waa muhim qodobka ugu dambeeya cajaladaha waxa weeye cilmi ma laga qaadan karaa cajaladaha tafsiil baynu gelinaynaa qofku inta uu shiikh helayo cajalada muraajaca ha ka dhigto shiikhiya intaad helayso cajalada muraajaca ka dhigo waa tala weyn walibana dee tala la tijaabiyey weyn intaad shiikh helayso ma aha shiikhiyo masjidkii fadhiyo kitaabkii dhigaya
وحوي يقف كونه إلى هذا جورجانس كجدك السنية قائما وقاعدا وعلى جنبي مر أنا وشيفة مر وندمين إياه مر وحوي ونصه كعيا أنا إسواهية سيدا علمك كيني ميس لكن كتاب دقتين كعشته أما شرح لبات كدك يسته شيخ لبات كدك يسته تنوع صاحبات كفايدة سنيس خاصة قفك بلوعة قفك بلوعة قفك سيس كلا إنه وحوي سيزيات سدو علمك على كتبتي كدك يسته يد واحد بمره عجل ذها وحل جداه دو وحوي وحكه الرئي الشيخ يا كه الرئي لكن لما ممنوع مايو كيد بضم بايلا كيد كان إلا فائدة يسته ويا ميزات بضم بالجه ليا وحكوا كأ إن عد وقت يبضن وآذن علمه لي إن عد وحوي آذ هيسو إن أيكون فضض ضهي إن عد قاضته موبايل كيمين مريات كجسيدته أذا السفر بعد دقي سنة يسا فرص بضن يفوائد بضن بالجه ليا لكن وحوي عمدا نقم ميس إشكال هدوك هو استاجو دع تلدو كأج شواب ميس مركع تلدها أنا ولا قفها يدي سنة لكن علم هذا مرنبا لغيك أفتومي ما يو الله تعالى أعلم.